لا يمكننا الاستمرار بالعمل بالقانون الأساسي القديم، يجب أن يكون هنالك قانون أساسي جديد، يجب أن تكون هنالك أهداف واضحة من هذه الخدمة العمومية التي تقدمها التلفزة. مش معقول أنه بعد سنتين ونصف من الثورة التونسية اليوم أن المؤسسة الإعلامية العمومية الأهم وهي التلفزة التونسية ما عندهاش أهداف واضحة تخدمها واللي يمكن استخراج يعني خط تحريري منها. التلفزة التونسية تمشي بالقدرة، ما عندهمش خط تحريري، ولا يمكن أن نلوم يعني الإعلاميين في المؤسسة، نلومهم على الأخلاقيات صحيح، لكن على مستوى التنظيم على مستوى الأهداف ما هم ما يتحملوش فيه المسؤولية وحدهم. هنالك الحكومة عندها دور كبير، لأن الحكومة هي اللي من دورها تسير المؤسسات الدولة بما فيها كالتسيير قانوني وليس التدخل في المضمون الإعلامي باش نكونوا واضحين. لكن لتأمين الاستقلالية لازم نوصلوا إلى مجلس إدارة فعلي حقيقي مستقل تشارك فيه مختلف الأطراف الوطنية. مجلس الإدارة هذا يضع مجموعة من الأهداف اللي تخرج في مراسيم. المجلس الإدارة هذا هو الذي يتولى تعيين المدير العام وتعيين المديرين الآخرين، وإلا يسبق المدير العام معين من الحكومة وتحت رحمة الحكومة، يا إما يطبق لها سياساتها أو يبقى تحت رحمة السيف الإقالة في أي وقت وتعويضه بشخص آخر. وهذا يؤدينا فيما بعد إلى إعادة يعني بناء المؤسسة الهيكلة تحتها، والأهداف هي اللي تقررنا فيما بعد نوعية البرامج، القنوات، عدد القنوات. فهذا معمول به في بريطانيا، هذا معمول به في فرنسا، في كبريات الدول الديمقراطية. هناك ما يسمى بالان كونترا دوبجكتيف اي دو مويان، عقد أهداف وإمكانيات. بالأهداف متاعك شنو تحب توصل، شنو الإمكانيات متاعك، كيفاش نجم توصل، وهذا يلزمنا نوصل له في تونس. لذلك بما أن الإعلام العمومي هو يهم كل الناس، دعوت وفكرتي هو أنه عقد مؤتمر وطني للعناية ولمناقشة وضع الإعلام العمومي ككل وخاصة التلفزة التونسية، للاتفاق حول الشكل القانوني لحوكمة التلفزة التونسية. أنا اقتراحي أنه تكون لجنة وطنية اللي هي تجلس وتنظر وتتقدم باقتراح يعرض فيما بعد على مؤتمر وطني بدون إقصاء، بكل ديمقراطية، كل الناس عندها رأي، في الأخر نخرج بمشروع أنه يتقدم فهمتي للتصديق عليه في البرلمان أو في المجلس التشريعي اللي هو اللي كان تمر الحكومة في بعض الحال، ويخرج يصدر في مراسيم حتى نؤمن استقلالية المؤسسة هذه. وإذا وصلنا أنه مش نعمل مجلس إدارة قوي وقت تسهل عملية الإصلاح الداخلي، لأنه المؤسسة التونسية تشكو من علل كبيرة جدا 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 لا حصر لها. يعني أملي الوحيد هو أنه لم يكن مجلس إدارة توافقي يمثل مختلف أطياف الشعب سواء السياسية أو غيره، يكون عنده القوة ينجم يفرض إصلاحات اللي توا يعني مدير عام وحده مهما كانت خبرته باش يجي يحاول يصلح ما ينجمش وحده.